السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا كابتن. على شنو جاي تشرحون؟ والله بنشكي. عاشت ايدك بطل العراق الصغير، مارفل البطل، هاي تفهمهم يعني شرح على التايرات، على البنط، على السكيت، على ذم الامور. عاشت ايديكم، اللي ما يعرفهم راح يستفاد منك يا بطل العراق الصغير. بطل انتو. فهموهم يعني شلون ينفتح، شنو السرعه، شنو الباور، شنو العادي. عيني تفضل يا الغالي. سلام ورحمة الله. هلا هلا بيك. كاتب بس مستحمني معك ان شاء الله. عيني قول. كاتب انا احبك على مسكيت. زين. واتمنى تعطيني مسكيت لان هسه حالتي تعبانة. تتدلل. ما اقدر تتدلل. تتدلل تتعلم؟ اي ان شاء الله. ودي اصير من ابطالك. فلز تتدلل. بعد شو تريد يعني اللي ببالك؟ صير قافز. ان شاء الله قافز واسوي حركات. بعين تتدلل خادم لك، خادم كل طيب. راح نعلمك وطيك ارقى سكيت مني وتتعلم يلا تشتري. احنا غايتنا الابطال مو غايتنا الماده لو غير شيء. راح نجيب لك سكيت وتتعلم وتصير بطل ان شاء الله. تدلل دقائق اجيب لك سكيت. جايب لك سكيت وجاي. هلا والله. هذا ارقى سكيت عندي. للطيبين، واحنا اللي حالته تعبانه او ما يقدر وبعدين يشتري عيونه له يتدلل. لبسك؟ شلون سهل؟ سهله؟ الزم لي يا بطل، خلي نصور لي البطل. اول بداياته راح يتعلم. طيب هيك يا بطل. بعد تعلم هاي منها؟ تعلمها. هاي تسويها هيك، بعدين تتعلم شوي شوي تتعلم يا بطل. هاي شوف هاي هاي. ايه. ربط يا بطل. بعد تتعلم وتصير بطل كون وقفز. وان شاء الله القادم افضل. هسه شريت منك. بني ديف حطين على كيفك، بني ديف. على كيفك، على كيفك. اهلا اهلا البطل. استريح استريح يلا عجبك سكيت. اي يا بطل استريح. يلا اليوم الثالث. اي شوفنا السرعه. انت هم استمريت وراي ظليت تمشي. هم تاخذ سكيت من صاحبك ولا تعلمت يعني. يلا البس. يلا شوفنا المشي مالتك يا بطل وراها على مود. حركات وقفز وسرعة وتصير بطل من أبطال بس معي. استمر يا بطل. استمر يا بطل استمر. جيد جيد يا بطل. هسه شوفنا شو تعلمت. عاشت ايدك قومة صحيحة. خلينا نشوف مشيك. بعد شوية اسرع اذا تقدر. دورانك يسار يمين. جيد تعال منه يا بطل. جيد جيد زين. افتر
اختار منه اطلع هيك بعد اسرع. اطلع 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 هيك يمك احمد يا بطل، اوقف يمك على كيفك. شلون عافيه انت تعلمت هسه المشي والاساسيات يا وش؟ راح نبدو ياك ان شاء الله قفز رامبو وقفز عادي وحركات كون. تمام يا بطل، تعال لنا باكر. يلا تحياتي لك يا بطل. هلا هلا، عليكم السلام. هلا بالبطل. هسه اجيب لك السكيت. استريح، اجيب لك السكيت واجي. استريح يا بطل، تفضل. يلا شوفنا اليوم ايش راح نتعلم؟ رامبو حركات. يلا يا بطل، سنعطيك الاساسيات الرامبو. يلا تعال يا رامبو. السلام ورحمة الله. هلا بالغالي، شلونك عيني؟ يلا تعال على الرامبو، تعال على الرامبو منا. باكر حركات وراها رامبو قفز عالي. تمام ان شاء الله. يلا باي باي. الله يوفقك. عليكم السلام. هلا 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 بالبطل. قالت ان تعلمت مشي، تعلمت حركات وقفز رامبو سهله بعيني، ما ينعز عليك. تفضل هذا السكيت، خليه عليه حبيبي يا ورد. دلل البس، البس يا بطل. هلا هلا بالغالين. هلا هلا، سجاكم دقيقة. يلا البس يا بطل. تعلمت حركات، تعلمت رامبو، تعلمت كل، صرت بطل مو؟ هسه ورينا حركات والمشي مالتك السريع. وبالعافية عليك السكيت. يلا استعرض لنا استعراض كامل مال أبطال، مال بطل من أبطال فريق سكيت بس مايا. حلو حلو يا بطل. تعال علي، تعال علي وقفز بالله احمد يا بطل. تعال علي بالله، قفزاتك خفيفة مال ابطال. حلو بطل بطل بطل، حركات اكسات شغلات تعلمتها مال كونز، حركات الكونز اكسات خلفية اللي تعلمتها يا بطل. كلك بطل، كلك بطل، قفز وحركات عاشت ايدك يا بطل. استمر يا بطل. هاي بعد انت هسه شنو صرت؟ صرت بطل. صرت بطل هسه بعد كل شيء ما تحتاج. هسه انت بطل من ابطال بس مايا، حالك حال اي بطل من ابطال العراق وابطال بس مايا. بطل شرد منك تستمر حتى للافضل، عرفت يا بطل؟ ان شاء الله. يلا تحياتي، استمر يا بطل، خذ راحتك بعد، الله وياك. على كيفك تصعد يا بطل، على كيفك. كابتن هذا احمد تدربتي هذا ايه؟ يلا
يعني انت تعلمت كل هذا يعني ما وقف بعينك يعني انت تعلمت هذا في درس تفتح القناه واحد بعد اسبوع بعد ما يعني ما تحتاج بعد على مود يعني تعلمت هذا تفتح القناه وحدك يعني وراح تتعلم وحدك وانا فريقك فريق ويحبوك ويريدوك يعني هو يعني يصير بطل بعد ما يحتاج المعلم مالته والمدرب صارت شيء يعني صرت احسن من ادنى حتى بالعكس فوق انا خلينا نفتخر بيه ما راح اقول لك غير شيء وموفق السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.